أحبتي الكرام، وصلنا الآن إلى الدرس 29 من هذه الباقة المميزة، باقة ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين، المقدمة من قناة سفيرس أكاديمي. كلمة اليوم هي كلمة age. هيا نكتشف أسرار هذه الكلمة. Get ready, write all the phrases. So you need a notebook, a pencil, just 2 minutes, and say after me 5 times aloudly. أما الآن اضغط على إعجاب لهذا الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس الجديدة حين نشرها. أما الدروس السابقة بإمكانك الحصول عليها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف، هناك رابط ادخل عليه ستجد الباقة كاملة بالتسلسل. كلمة age لديها مجموعة من المعاني تأتي بمعنى عمر، سن، عصر، دهر أو قدم، ولديها مجموعة من المعاني الأخرى، ولكن هذه أهم المعاني هنا. المثال الأول: A child of the television age. المثال الثاني: The dog is 13 years of age. The dog is 13 years of age. الكلب يبلغ 13 سنة من العمر. مرادفات كلمة age: time, period, function, present. أما أهم المصطلحات لهذه الكلمة: age expiry, age analysis, age allowance. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، الحلقة 29. شكرا لكم على المتابعة، واستمروا بالمثابرة في تعلم اللغة الإنجليزية، وانتظرونا في الاختبار قريبا إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.